أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله ومساكم الله بالخير والبركة والعافية من قناة بلادي الفضائية وبرنامج 50 دقيقة. طبعا في كل حلقة من حلقات البرنامج نحاول أن نتحدث بشأن من شؤوننا العراقية الخالصة، نحاول أن نضع عنوانا ونضع سؤالا لذلك العنوان ونستشف آراء حضراتكم حول ذلك الموضوع، عسى ولعل أن نصل به إلى يعني حلول تطرحونها أنتم سادة الكرام من خلال نقاشكم أو من خلال أيضا تعليقاتكم عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وصفحة البرنامج فيها 50 دقيقة بلادي. اليوم نتحدث عن التقشف، يعني قد يكون التقشف الحكومي مقبولا في كل نواحي الحياة لزيادة موارد الدولة في وقت تحتاج فيه الدولة لزيادة الموارد بسبب هبوط أسعار النفط العالمية، ما يؤثر بالسلب على الموارد العامة للدولة، مما يؤثر طبعا بدوره على المصروفات العامة للدولة، مما يؤثر طبعا على الرواتب مثلا بشكل مباشر. ولكن أن يشمل التقشف مصروفات المسؤولين من نثريات خاصة ومصروفات زائدة وعدد سيارات مستخدمة، طبعا السيارات تشمل المحروقات من بنزين وأدوات احتياطية ودهون وإطارات وسائقين وغيرها، إضافة إلى أعداد حماياتهم ورواتبهم وتسليحهم وغذائهم، إضافة إلى مصروفات المكاتب وبذخ عيش المسؤولين، هذا من جانب. أما لو تحدثنا عن جانب آخر فنتحدث عن الإفادات وغيرها، هذا كله موجود، وبنفس الوقت هنالك جوانب أخرى من الممكن أن يكون التقشف موجودا فيها، وهذا من حق الدولة. ولكن ألا يجب أن يطبق التقشف على من يبذخ ويصرف أموال الدولة؟ هل يجب أن يكون التقشف على المواطن بشكل مباشر؟ سوف لا نتحدث عن أجور الماء والكهرباء وزيادة أسعارها، ولا عن الضرائب، ولا عن وصولات البلديات وغيرها، سنتحدث عن جانب واحد. طبعا دي كلها ناخذ لها حلقات، كلها كل وقت بوقته، وكل حلقة بحلقتها، وكل موضوع بموضوعه. سنتحدث عن جانب واحد اللي هو جانب التقشف الصحي، التقشف في المجال الصحي. هل يجب أن يكون هنالك تقشف في المجال الصحي؟ وهل يصح اليوم زيادة أسعار العلاج أو الخدمات الطبية بمختلف أنواعها في العراق؟ ناخليني أتساءل سؤال حقيقي ومهم وواقعي، من الذي يذهب لمؤسسات الدولة الصحية؟ من اللي يروح للمستشفيات الحكومية؟ هل يذهب لها الغني؟ أو الفلوس يروح لها؟ لا، من الأكيد أنه الجواب لا، بالنفي. إذن هاي المؤسسات الصحية اللي هي مستشفيات بهاي الكبر والضخامة والمراكز الصحية وغيرها، أي مؤسسة تابعة لوزارة الصحة، من يروح لها؟ الغني يروح لها؟ لا، يروح لها الفقير، الفقير هو اللي يروح لها. إذن إحنا هسه من زادة أسعار الأدوية وزادت أسعار الخدمات الطبية، إذن دا نتقشف على الفقير اللي هو أصلا بحاجة إلى زيادة موارده. الغني يروح للعلاج برا، يروح مستشفيات أهلية، طبعا عندنا مستشفيات أهلية هواية بالعراق، الغني يذهب للعلاج بالمستشفيات الأهلية، يذهب للعلاج خارج العراق، وهذا ما نعيشه بصورة واقعية. شفتوا لكم فقير راح المستشفى أهلية؟ ما يقدر يوصل، ما يقدر يوصل، لأنه الأسعار غالية عليه وما عنده فلوس يدخل لهاي المستشفيات، فبالتالي يروح للحكومية، الحكومية زيدوا الأسعار عليه.
لذا مناشدة من عدد من المواطنين حقيقة، اللي كتبوا واللي حكوا واللي قالوا واللي يشوفون الإعلام بالشارع ويكلبون به، يجب إعادة النظر بالتقشف في الجانب الصحي. هل يجب، سؤالنا اليوم للحلقة، هل يجب أن يشمل التقشف الجانب الصحي؟ هل يجب أن يشمل التقشف الجانب الصحي؟ أكيد وزارة مثل وزارة الصحة محترمة مثل وزارة الصحة بشخص السيدة الوزيرة السيدة عديلة الدكتورة عديلة بهاي الضخامة وهذا الكبر وهذه المؤسسات الصحية الكبيرة اللي فيها، من الأكيد أنه من الممكن أنه تدبر موارد للدولة من غير موضوع تسعيرة الخدمات الطبية اللي نزلت، واللي حقيقة يعني الدستور أكثر من مرة قلنا الدستور بإحدى فقراته بالفقرة 38 مادة 2 أليف يقول ويأكد على موضوع أنه الصحة تتكفل بها الدولة. ويمكن أخذنا قبل تقريبا 6 شهور أخذنا أو 5 شهور بالضبط أخذنا الكلام حول هذا الموضوع، لكن اليوم من استمر الوضع واستمرت دوائر الدولة الصحية بجباية الأموال من المواطن. بالمناسبة هم قالوا ألف، هم قالوا تدخل بوصل بألف، بس موصل بألف يلحق بألفين للعلاج، ويلحق لازم يكتب لك أشعة هم بألفين، ويعني تطلع من المستشفى تطابلها تطلع ب25. بالنتيجة هي هاي، وهي نفس الخدمات الطبية، يعني لا زيدوا خدمة طبية جيدة بشكل أكثر، ونفس الوضع نفسه، بس مجرد سووا فلوس. زين يتحملها الفقير؟ يتحملها المواطن الفقير هذه؟ هسه يطلع لي واحد يقول لي والله يا أخي مو أكو عدد من المواطنين متمارضين، وهذا المتمارض يطب للمستشفى يسجل علاج وياخذ علاج، يقول له الطبيب اكتب لي فلان شي وفلان شي، وياخذ علاج يطلع يبيعه برا. يعني هم افكر اني هذا اللي يستدعي انه يبيع علاج الشيشه ب500 ياخذها يبيعها ب500 الشيشه برا، هذا مو كاتله جوع حتى يلجا لهذا الوضع؟ زين، وهي هاي يجوز مو حاله كبيره او عامه، حاله يجوز فرديه وحده اثنين ثلاثه، لكن ما تستدعي أنه تزيد أسعار الخدمات الطبية على البلد، مع أنه الدستور كافل الخدمات الطبية أنه تكون مجانية في البلد. صحيح المادة 25 من الدستور من الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 خولت الوزراء بجباية أموال من دوائرهم ومن وزاراتهم بما يسمح به يعني القانون حسب 25 اللي هو موازنة 2016 اللي هي موازنة أصلا خاوية وموازنة أصلا مطلوبة، ونزل عليها أسعار النفط والكلام يطول حول هذه الموازنة، لكن انطى الحق القانوني بسحب ذلك المبالغ من المواطنين. بشكل عام موضوعنا هذا، ولكن بسؤالنا الواضح، هل يجب أن يشمل التقشف الجانب الصحي؟ تقدر تتصل بنا وتعطينا رأيك سيدي الكريم أختي الكريمة على أرقام الهواتف التي ستظهر أسفل الشاشة بين الآونة والأخرى. طبعا لا شك حقيقة إنه كلمة تقشف، كلمة تقشف بين قوسين معناها ترك الترف والنعيم اللي تعيش به أنت، وتخفيض النفقات والاقتصاد بها، هذا هو التقشف، هاي المعنى الحرفي لكلمة التقشف، إنه تترك البذخ وتترك الصرفيات وتترك النعيم اللي متنعم به أنت على أقل تقدير لفترة زمنية معينة. طبعا هذا يمر بأغلب البلاد اللي تمر بحالات الكساد الاقتصادي مثل ما يمر بها العراق اليوم بمشكلة، طبعا بكساد اقتصادي وأزمة مالية، بس هذا الموضوع يكون يقتصر على الأمور الثانوية، يكون موضوع التقشف يقتصر على أمور ثانوية يمر بها البلد، ما من الممكن أنه يدخل بمجال الصحة تماما. هذا برأي خبراء وبرأي ناس يفهمون بالموضوع وبرأي ناس لهم باع بالجانب الطبي.
طيب هل من الممكن، هل من المعقول أنه يكون هنالك تقشف في الجانب الطبي؟ طبعا أرقام الهواتف موجودة أمام حضراتكم سادتي الكرام، إذا يعني يمكن آخذ فاصل وحتى أسجل أرقام الهواتف وأقدر أردها للمشاهدين الكرام عبر الصوت يعني، فنأخذ فاصل قصير و يعني حقيقة بعد الفاصل نذكر لحضراتكم أرقام الهواتف، رد لكم إياها اللي يريد يسجل أرقام الهواتف بالورقة والقلم ويسجلها حتى ممكن يتصل ويتحدث على موضوع التقشف. نأخذ فاصل ونعود. رأي حر، مساحة حرة، الرؤى مختلفة وعلى مساحة واحدة من الجميع. نختلف ونتفق لكننا في النهاية نجتمع. دائما الحقيقة تقال عند 50 دقيقة. سنبوح لكم بالسر. اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى سادتي الكرام، حياكم الله ومساكم الله بالخير والبركة والعافية من قناة بلاد الفضائية وبرنامج 50 دقيقة. موضوعنا اليوم التقشف والصحة، سؤالنا هل يجب أن يشمل التقشف الجانب الصحي برأيك كمواطن؟ أول اتصال ويانا الأخ أبو سداد من صلاح الدين، مرحبا يا أبو سداد. مساء الورد يا أخوي العزيز. مساء الخيرات والبركة، حياك الله. مساء الورد عليك وعلى قناة بلادي البطلة. حياكم الله، الله يحفظكم ويبارك فيكم. آخر حديث طبعا كهرباء ما عندي، ما شفت الموضوع مالكم. ها اليوم موضوعنا عن التقشف والصحة، وسؤالنا يا أبو سداد هل يجب أن يشمل التقشف الجانب الصحي؟ والله يا أخي العزيز ما لا لا يجب أن يشمل الجانب الصحي، لأن الجانب الصحي هو هذا جانب إنساني. طيب لا أنا أقول لك مو بس الجانب الصحي، المفروض دوائر كثيرة ما يشملها التقشف. نعم. دوائر كثيرة المفروض مثلا هذا التقشف وقع براس المواطن بس. نعم. هذا رقيب بس براس المواطن ترى. نعم. احنا ما خلصنا من صدام حسين اللي احنا هلكانين، هم كان تقشف وروح على المستشفى، على المستشفى تدفع 5000 لو تدفع 2000، قلنا الحمد لله خلصنا. شو جت لها الحكومه امنت الحاره. نعم. تصور فاتح بدكم مستوصف الصفنة. نعم. قلت لك روح عليه ياخذ القسطاس ب 500 دينار، اول البحث رحت عليه قلنا 2000 دينار، من 2000 دينار اللي ما عنده منين يجيب؟ وهواي ناس ما عندهم يا اخوي، وهواي ناس راح يصير ما عندهم بالمستقبل هسه خلال الفتره القريبه القادمه. استاذ تدري ايش قد ما عندهم؟ ايش قد؟ انا اقول لك 80% من الشعب الحراسي ما عندهم، واكد لك انا 80%. زين ابو سداد، زين ابو سداد، ابو سداد يعني خليني اسالك، يعني ما من الممكن برايك انت كمواطن انه هنالك ابواب اخرى غير الجانب الصحي؟ يعني الجانب الصحي لازم ما لي علاقه بي اني، هذا يمس صحه المواطن، الدنيا تنقلب اذا صار وباء بدوله ما او بمكان ما، احنا نخلي الفلوس انه بنزيد حتى المواطن اذا بمرض بسيط ما يروح حتى ياجلها وبالتالي لانه ما عنده فلوس، مو هذه هم مشكله. مشكلة كبيرة، استاذ رغيف انا اكد لك 80% من الشعب العراقي،
خلوا يخلون مجال الصحه، ليسوا بتقشف لان اول شيء الامراض كثيره بالعراق، ناس فقراء كثيرين، ناس عطاله بطاله كثيرين. يعني هذا جانب مهم. المفروض هذا ولا المفروض هم يعطون للمريض يقول له هاي 10,000 دينار. يلا احنا نتمنى هذا، نحصل للمرضى 10,000 لكل واحد يروح يراجع. شكرا جزيلا ابو سداد، لكن انا حقيقة اشكرك ايضا ابو سداد لشغلة ثانية، انه تتصل على برنامج 50 دقيقة وانت ما تدري وما شايف حتى الحلقة لانه كهرباء ما عندك، فهذا حقيقة انا اشكرك على هاي البادرة. شكرا جزيلا اخويا ابو سداد، ممنون جدا لاتصال جنابك من صلاح الدين. اخذ اتصال هاتفي اخر. الو محمود، اهلا وسهلا. مقطوع الاتصال ويا محمود، هي شبكة الاتصالات المتعلمين عليها، لكن حقيقة من الصعب سادة الكلام أنه يمس التقشف الجانب الصحي. ليش صعبة أنه يمس التقشف الجانب الصحي؟ ذلك لأنه المواطن بحاجة حقيقية لخدمات صحية، وفي حالة تقليل هذه الخدمات الصحية، في حالة التقشف في هذا المجال، حيعاني المواطن من الصعوبة في الحصول على الخدمات الطبية مثل ما تكلمنا قبل لحظات والصحية، وكذلك حتى الملاكات الطبية والصحية تعاني من ضيق الناحية المادية ومدخولاتهم. كل هذا راح يشجع الباحثين عن الجشع وتجار الأزمات لاستغلال المواطن بتفاصيل كثيرة. طبعا وياي اتصال. يلا منو؟ منو؟ هناء من ذي قار. هناء مرحبا. نعم مرحبا أختي. مرحبا. هناء نصينا صوت التلفزيون وسمعينا ماذا تريدين أن تقولي. هو بعد منو راح يروح للمستوصفات والهذا؟ اذا احنا الكروسه تكسي راحه وجاي. نعم ياخذ لي ابو التكسي، ياخذ لي شو اسمه ابو اللي الباص، ياخذ لي قسم، وابو اللي شو اسمه العلاج ياخذ قسم. وبعد منو راح يروح؟ والله جاي نروح ونرجع هيك بلد، ولا علاج لا الباص ب 2000 يكتب بشيت اسبري. يا بكتب لي علاج ثاني انا محتاجه فيه، ما اقدر اسيبه، ما تشرطين علي، لازم انا اقول لك، لازم انت تقولي لي. يابا انا راح اقول لك راسي يوجيني، راح تكتب لي حبوب مال راس. زين هناء حبوب مال دوار. زين هناء هناء وبابا وريت حبوب مال دوار. هناء اكتب لي شيت ب 2000 دينار حبوب مال اسبري. زين هناء انت ما تقدرين تشترين الاسبرين من الصيدليه ب 500 دينار وتفضيها لو بربع؟ مو صحيح؟ تقدرين تشتري بربع انت، بدل ما تروحين تدفعين 2000 دينار تشتري ب 250 دينار من اي صيدليه. انا رحت القى علاج يعني حتى علاج ماكو. يعني يعني احنا جربنا هاي الحاله صار حوالي 4 أشهر أو 5 أشهر من صارت شغله العلاجات زياده الاسعار. انت كمواطن شنو اللي حسيتيه حتى نوصل الصوره للمسؤول؟ حسينا بظلم، حسينا بفوق ما احنا مظلومين من الدواعش، من الدنيا، من شو اسمه نظام المصارف هاي مال الاطباء. انا اشكرك اختي هناء من ذي قار، شكرا جزيلا. طبعا بنفس الوقت يعني يعني ناخذ حلقة أخرى ونتحدث أيضا حول المجال الصحي وزيادة أسعار الأطباء بالعيادات الخاصة، هذا موضوع آخر، لكن المهم عندنا اليوم لأنه المواطن اللي ما عنده أو الفقير أو اللي ما يشتغل أو العاطل أو 40% عندنا إلى قبل ما يطبون الدواعش قبل سنة، عندنا 40% إحنا من العراقيين هم تحت خط الفقر. 40% تحت خط الفقر، يعني مو فقرة، لا تحت خط الفقر، وده يطبق عليهم هذا. زين انتو شيكتوا دول 40% منهم، اطيتوهم كارتات على مود يراجعون ببلاش لو بس جماعة الرعاية والشؤون الاجتماعية؟ مو اكو من غير الرعاية والشؤون الاجتماعية اكو عطالين بطالين وما عندهم ما عندهم ما عندهم كروة يمشون بيها وما عندهم لقمة خبز ياكلوها، شلون ما كان يمشون ايامهم؟ زين ذولا حتى من يتمرضون هم ممنوع عليهم يروحون بالمستشفى؟
أبو أسمي أبو حسني. نعم أبو حسني من بابل، الله يساعدك. السلام عليكم، شلون صحة الدار، شلون الأحوال؟ وعليكم السلام يا أبو حسني، شلون الصحة؟ تحية لكم وإلى البرنامج الرائع. والله أطيب التحايا لكم أيضا سادة الكرام، أنتوا المتصلين الرائعين. الله يحفظك أخوي العزيز. نحن مجموعة من مرضى الكليريك اللي هو مرضى سرطان الدم. نعم. وهذول المجموعة كانوا يعطونا العلاج من مستشفى. اي. وهسه خلال هذا الشهر طالع نص حصة، ويقولون بالشهر الخامس ماكو. زين، نص حصة. هذا العلاج حقيقة مفروض بالأسواق. نص حصة تكفيكم؟ دقيقة، نص حصة تكفيكم؟ ما تكفي، يعني هو. الحصة شقد؟ الحصة شقد؟ هو كانوا يعطونا أبو الـ400 النص حصة مت. الحصة يعطونا شهرية 30 حباية. 30 حباية. 400 غرام. 30 حباية. هسه ايش قد يعطيك؟ 15 حباية؟ 30 حباية. اي، هسه ايش قد يعطيك؟ 15 حباية؟ أعطونا نص، هسه أعطونا 15 حباية، يقول هاي تكفي مال شهر. هاي وين يا مستشفى؟ مستشفى بابل، مستشفى مرجان. مستشفى مرجان في بابل، أنت مسجل بابل. مسجل ضمن الأمراض المزمنة. نعم، ضمن الأمراض المزمنة. أعطونا شهرية صار فترة، احنا مجموعة كبيرة. ايش قد عددكم تقريبا؟ والله وايد، احنا بالمئات. بالمئات، عندكم سرطان دم والمفروض يوميه حبايه، هذا اللي هو العلاج الطبيعي، انطوكم هسه 15 حبايه، يعني مال 15 يوم، وال 15 يوم الثانيه شلون؟ ما يقول لك زين، بيش برا؟ بيش برا العلاج؟ بيش برا هذا؟ برا بالعلاج، هسه احنا دخلنا عليه على الصيدليات اللي متوفر بيها. اي برا برا يقولون شو اسمه الباكيت مال هذا الحصه ال 30 حبايه ب 600 دولار. 100 دولار. 600 دولار. 600 دولار. 600 دولار. 600. نعم 600 دولار. زين انتوا ليش ما تشتروها من برا؟ 600 دولار. اي. كل شهر. اي. والمتقاعد منين يجيب 600 دولار كل شهر؟ اي ما العادة احنا بدنا نسمع هسه الوزارة من المتقاعد والما عنده فلوس والفقير والعاطل والموظف اللي بطلوه والموظف اللي بعده على قد على بالدولة دي داوم، منين يجيب هاي 600 دولار؟ هو هذا احنا اللي نريدكم تناقشون وزارة الصحة الدولة الحكومة، يعني هو المواطن وين يعني ما معناه؟ زين ابو حسني، ابو حسني، ابو حسني، انا اريد من عندك معلومات بعد اكثر حتى والله اوصلها للسيده وزيره الصحه، واكيد ما تقصر. شنو هي المعلومات اللي تريدها؟ اولا المستشفى مستشفى مرجان، امراض مزمنه. نعم. امراض مزمنه، وانطوكم انطوكم نص الحصه، زين، نص الحصه بس على سرطان الدم لو كل الامراض. هاي طبعا بالنسبه للحالات اللي احنا يعني بنعيش. مالتكم اكل حالات اخرى ما اعرف يعني. زين ما قالوا لكم تعالوا لنا في نهايه الشهر نعطيكم بعد الجزء الثاني من العلاج، لسه ما عندنا بالمخازن، لو شلون؟ هم لا ما قالوا لنا هالشهر، ما قالوا تعالوا. قبل شهرين ايضا انطونا نص حصه وقالوا 15 يوم وتعالوا، ورحنا 15 يوم ايضا انطونا، بس هسه يقولون احتمال الشهر الخامس ماكو. لا مو اكو هنا حتى لا نظلمهم، اكو شغله حتى ما نظلمهم ابو حسني. نعم انه نعم. طوك هسه 15 حبايه لانه ما عندهم بالمخازن، راح يدزولهم ويعطوكم الكميه الباقيه مال الشهر، ممكن هيك؟ لا ما قالوا لنا تعالوا الكميه الباقيه مال النص. زين من سجلوها بالدفتر عندكم، سجلوا استلام حصه كامله لنص حصه؟ نص الحصه. سجلوا نص حصه. انا اشكرك ابو حسني، وهذه مناشده بلساني أنا مقدم برنامج 50 دقيقة، وبلسان أبو حسني من بابل، وعدد من الأخوة حسب ما سمعت من جنابه، عدد من الأخوة اللي عندهم مرض سرطان الدم اللي من المفروض يأخذون كمية علاج كافية اللي هي 30 حباية على 30 يوم، يومية يأخذ لحباية حتى يقدر يعيش، حتى يقدر يستمر بالحياة، حتى متقاعد أو غير متقاعد. بالتالي انطوه
نص الحصة، يعني ماله 15 يوم، يعني يعيش 15 يوم ويموت 15 يوم. لو يروح يشتري نص الحصة، ما إذا ب $600 الحصة كاملة، يعني يشتري نص الحصة ب $300 وما عندهم. أكو متقاعد راتب $400 و $300 بالشهر. ومو بس المتقاعد، متقاعد والعاطل عن العمل، واللي ما عنده عاطل عن العمل ومسجل، واللي عاطل عن العمل وما مسجل، واللي دا يشتغل ويشتغل يوم ويقعد 10، هذا كله نحكي به. سائق التاكسي يفتر اليوم ببغداد او باقي محافظات عراقيه ماكو شغل، لانه الحاله الماديه صعبه. الناس ما تركب بالتاكسيات بذاك المستوى مثل ما كانت قبل. هذا مثلا ناهيك جر على باقي الامور الاخرى، البناء بدت حالته توقف. فاذا الجانب الصحي ما يجب التقشف به بشكل نهائي. هذه مناشدة للدكتورة المحترمة السيدة وزيرة الصحة الدكتورة عديلة، أنه مستشفى مرجان أحد الأخوة اتصل يقول هذا الموضوع. نتمنى أنه تروح لهم الحصة مالتهم، لأنه ذولا مرضى سرطان دم، ذولا مو مجروح صبعة ولا جاي متعور بشوكة أو سنة مكسور، لا هذا سرطان دم من النوب. ناخذ اتصال محمود من النجف. السلام عليكم استاذ رغيف. عليكم السلام استاذ محمود، صار لنا فتره ما سامعين صوتك، حياك الله. يا حبيبي رحم الله اللي صار لي فتره ما مشاركك، وعندي تشرفنا في باول دقيقه ونص بموضوع. تشرفنا. فل بالموضوع يا حبيبي. رئيس السياسيين يطلعون على التلفزيون يقولون هذا نتاج الشعب، احنا انتخبنا الشعب، هذا نتاج الشعب. طيب احنا من انتخبناهم وصوتنا على الدستور، ما كتبوا بالدستور الصحه، الدستور يكفل الصحه والتعليم؟ نعم. كتبوها ولا ما كتبوها؟ موجود بالدستور، موجوده بالدستور يكفل الصحه والتعليم. نعم. وباقي الخدمات. نعم. لا نريد نرجع، احنا المشكله مو بوزاره الصحه، مو بوزاره الصحه حبيبي استاذ رغيف. نعم. المشكله اكبر من وزاره الصحه واكبر من وزاره الصحه نفسها. شلون؟ احكي لنا. ليش؟ لانه انت طلعت تخصيصات قليله. صح. وقلت لها دبري امرك. صح، والله صحيح. يعني عندها موظفين. زين. تريد رواتب، الموظفين اذا ما تطيح رواتب اذا ما يداوم. ما لها علاقه دقيقه افصل. دقيقة افصل بالموضوع، رواتب الموظفين ما لها علاقة الوزارة بها، لها علاقة وزارة المالية بالموضوع. وزارة المالية تدفع رواتب الموظفين. المالية طبعا من تخصيصات وزارة الصحة. من تخصيصات وزارة طيب. الصحة صحيح يستلم من وزارة المالية، بس انه من تخصيصات وزارة الصحة. طيب حتى ما اقاطعك، تفضل. وزارة الصحة المستشفيات تحتاج إلى علاج. نعم. تحتاج إلى أجهزة. نعم. وانت تعطي تخصيصات قليله، اكيد راح النوب ينزل على المواطن. والمواطن هو ما عنده، المواطن هو جيبه فارغ. هو حتى من انت من قلت لك اني اكبر من وزاره الصحه، الموضوع اكبر من وزاره الصحه. والعلاج وزير الصحه والعلاج، العلاج الدول العالم هاي المتطوره، عرفت؟ من شي تاخذ من المواطن، هسه اخذ من المواطن، مو لا تاخذ من المواطن، بس انت قدم خدمات. ماكو واحد ياخذ فلوس قبل لا يقدم الخدمه، مستحيل. صحيح. يعني انا اروح للمستوصف ما بي علاج، او للمستشفى ما بي علاج، وادفع لي 4000 دينار حتى الله ما يقبل. يعني هو ما زاد شيء عن السابق، قبل كنا نروح يعطونا 500 باراسيتول، هسه هم نفس الشيء. الخدمه ما موجوده. الخدمه ما موجوده، يعني انت تريد هسه تريد من عندي فلوس كهرباء. زين. تريد من عندي فلوس كهرباء، تريد تاخذ من عندي فلوس كهرباء وانت ما معطيني كهرباء. لا انا اقدم خدمات للمواطن والنور اخر من المواطنين، وهذا حتى الله ما يقبل دين. والله كلامك صحيح. لا بس هو صحيح محمود. اقدم الخدمه محمود، هو صحيح انه يكون التقشف على الجانب الصحي؟ المواطن من هيك اكو خدمه، النور يقوم يدفع يامن الوزاره الصحه، يامن المستشفى العراقيه. زين. يقوم يدفع، مو كان يروح للدكتور يقوم يعطيه من المستشفى، يحل اخو دكتور يروح مناسب. كلام منطقي مثلا، كلام منطقي، لكن من الممكن انه تلجأ الدولة لأساليب اخرى، يعني ومن الممكن تستحصل موارد بشكل اكبر حتى من الالف دينار مال وزارة الصحة. من الممكن، يعني هواية دول استعملت هذا الموضوع، انه يصير عندها ضريبة لكل واحد عنده معاملة، ادفع لي ضريبة 1000 دينار،
ادفع لي ضريبه 2000 دينار وبالتالي هذه تجمع عندي بكل معاملات الدوله. نظام الهدام في وقتها هرانه هري بملويه سامره. تتذكرون نظام الهدام ايش سوى؟ يوميه وملويه سامره ويوميه وجامع الكبير في سامراء. ولا ملويه سامره ولا جامع الكبير في سامراء، كان الضرائب ياخذوها من الناس. لكن ياخذون من كل واحد 1000 ضمن معامله. انا اشكرك محمود، اشكر اتصالك. كانت هاي الموضوع حقيقه سادتي الكرام يعني جاب موارد كبيره للدوله، ولكن بنفس الوقت ما تاثر على صاحب المعامله. انا بايع سياره او مشتري سياره، تاثر علي 2000 دينار ادفعها مال ضريبه الدوله؟ لا ما تاثر علي. 5000 ما تاثر علي، لكن تاثر على المواطن الفقير اللي ما عنده فلوس يروح للمستشفى، هاي تاثر عليه. انا تاثر علي من اسوي معامله مال مشتري لي بيت؟ تاثر علي؟ لا ما تاثر علي. اخذ من عندي 50000 دينار، اخذ من عندي 100000 دينار، انا مشتري بيت، اخذ تكافل فقراء، اسويها سويها بصحه. لكن لا تخلي المواطن الفقير اللي ما عنده هو اللي يدفع الجانب الصحي مالته وهو بدون خدمه. يعني روح بالتالي مثل ما قالت الاخت قبل شويه هنا بذي قار، تروح وراكبه تاكسي ومكلفه روحها ورايحه للمستشفى، يقولها والله انا ما عندي بس اعطيك باراسيتول ولا تعلميني ايش اكتب لك ما اكتب لك. ما يصير. ناخذ اتصال. فالح من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فالح، حياك الله اخويا. شرفتني يا فالح. مشكورين على هالبرنامج حبيبي. انا معوق. نعم. وعندي سكر. نعم. وعندي واحدة بعيني يعني سمعها راجع، اروح الباص مع الجماعة يقول الباص ياخذ من حتة الباص 3000 دينار. نعم. يقول شنو الباص 3000 دينار والقطرة يصيدي قطرة من مال 4000 دينار، ويجوز اللي عند السونار اللي ياخذ دقيق كامل طول شهر بلاش ياخذ منه 10000 دينار. زين انا راسي هو انا راسي 200000 دينار مال الرعايا. لا وانا راجع كل ثلاثة وكل ثلاثة يحتاج لحصة 25 دينار، من انا اجيبها؟ بمجموع دقيقة فالح، بمجموع مراجعاتك لدوائر وزارة الصحة وانت معوق وعندك سكر وعينك مطفية، بمجموع مراجعاتك كل اسبوع انت تروح تقول كل اسبوع ايش قد تدفع؟ والله القصة باخذ 3000 ويحاولون اللي عند الصيدلية مرات يقول اكو مرات ماكو راح اشتريها من برا القدر والشهادة رقم هاي حتى الاقساط كتبتها كلها حتى الباصات احتفظت فيها قلت ما كيف هذه بطلع برنامج اشتريها ب 13000 دينار القطره وحده ب 25 دينار اشتريتها. لا لا ثاني مره اعطوني بس وحده ب 3000 دينار يا بقى من برا ما عندي من يشتري من برا. لا لا رجعت الدكتور قلت للدكتور دكتوره ما عندي هاي شوف رجلي معوق وعيني عايشت عمليات اسويها يوم والعمليه 250000 دينار وحده من عيسى وخذها مني 430000 دينار وسواليها مستشفى بغداد دكتور سعد. دقيقه انت بيا محافظه اولا؟ بغداد. انت من بغداد؟ زين انت ايش تشتغل؟ والله عطال عاطل يعني ما عندي لا عين ولا رجل. لا عين ولا رجل. زين شلون ده تصرف؟ دقيقة شلون ده تصرف؟ نعم شلون ده تصرف انت؟ والله اصرف بالقوة غير عايش بالقوة. زين وبهيك حالة انت الجانب الصحي ده ياخذ من عندك بالشهر ما لا يقل عن 50000 دينار مو؟ اي والله هالحوالي. نعم. طيب انا اشكرك شكر جزيل فالح من بغداد، ووصلت الصورة يا فالح من بغداد. معوق فالح من بغداد وعنده سكر، معوق وعنده سكر وبنفس الوقت عينه مطفية وبنفس الوقت ما عنده فلوس ولازم يراجع لأنه يموت إذا ما يراجع. أبو نصير من الديوانية الله يساعدك. أبو نصير مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مرحبا ابو نصير. عليكم استاذ. ابو نصير تفضل. ابو نصير من الديوانيه مشاهدنا والمتواصل الدائم، حياك الله. تفضل
تابعين السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لك وتحية للمخرج إيهاب المحترم والمصورتين. هذه تحايا جميع الكادر لك ولأهالي الديوانية ولجميع المشاهدين، حياك الله. وكلكم كادر قناة بلادي، وما أحلاك يا بلادي. الله يبارك فيكم إن شاء الله، قناتكم هي. إن شاء الله، وهي قناة طبعا رفيعة ومتألقة وكل ما يبدر منها. حياكم الله، قناتكم قناتكم، وما تحلى القناة إلا بوجودكم واتصالاتكم طبعا وتواصلكم ومشاهدتكم. حياك الله، يلا تفضل. أنت الحلوين والمنورين. شكرا جزيلا، حياك الله. يلا احكي لي على الصحة. سيدي التقشف هو أساسه طبعا ومردودة على المسؤولين. نعم. شلون؟ لا يوجد وزير أو مفتش عام أو مدير عام ذوي اختصاص. نعم. ومسؤولية أو مسؤول أو مسؤولية ذو مسؤولية طبعا. كذلك كلنا نسمع نعم عن الفساد الإداري والمالي. نعم. وهنا نؤكد ومؤكد أصلا نعم هذا الشيء. نعم. وإذا نرجع إلى وزارة الصحة نعم هي كذلك نعم لا يوجد وزير اختصاص والمفتش. ليش ليش لا يوجد وزير اختصاص؟ وزيرة الصحة طبيبة واختصاص بالطب، أنا مختصة، سيدة مختصة. ليش أستاذ رغيد بس اسمح لي، لو مثلا بنفرض إجا وزير قبل نقول الوزارة حديلة، لكن الوزير اللي قبلها نقول وزير متباطئ أو وزير يقول غير المختص أو يعني مو أبو نصير. أبو نصير المسألة مو شخصية هي، بس مو المسألة مو شخصية، ما لها علاقة بالوزير، المسألة لها علاقة بالجانب الصحي بالبلد. الدستور يقول أنا الصحة ببلاش للناس، هيك يقول. أستاذ رغيد، أستاذ رغيد هسه هل نجيبها على أبسط شيء بالمجتمع أو بالإنسان؟ هسه هي العائلة، العائلة لو إنسان من هالعائلة هاي، يعني من هالعائلة لو يعني مثل ما نقول أكو هاي ويا ما صارت وبالديوانية صارت، إنسان هذا خارج نقول خارج الإرادة وخارج القانون وخارج إرادة أبوه، خارج طوح أو تعليمات أبوه، يعني إيش راح يصير بالعائلة؟ تتخلخل. فإحنا عموما نقول عموما الوزير هي أول تالي على الوزير، أول تالي على المسؤول، نقول يصلح ما شاف أخطاء بوزارته. طيب أنا أشكرك أبو نصير. فإذا أبو نصير يدعو إلى إصلاح ما خرب بالفترة الماضية، وبالتالي من الممكن أنه يصلح الأمر بصورة عامة. أنا أشكرك أبو نصير وأشكر اتصال حضرتك، حياك الله. أروح إلى الاتصال من حيدر حتى ما يتعطل، يلا ما يخالف. حيدر من كربلاء، مرحبا. شلونك؟ ممكن أشارك البرنامج؟ حضرتك على الهواء مباشرة وشرفتنا أخويا حيدر، مرحبا. خليك رحم الله والديك. والله يا ابن عمي عندي كم مسألة يعني بقلب ورد السالفة، إذا بيها مجال استمعوني. نستمع بكل ممنونية إذا كان ضمن موضوع الخلقة. يعني عندي هنا مشكلة الكهرباء، ليش من احترت الدنيا صار كم يوم قاموا تطفل الكهرباء؟ هاي أكو اتهام أخذناه بوحدة من الحلقات السابقة، يقول الاتهام إنه أكو تنسيق ما بين موظفي الكهرباء وأهل المولدات. يعني احنا شنو المواطن شنو ذنبه؟ يعني اذا هذا التنسيق المواطن شنو ذنبه؟ هذا التنسيق حتى المواطن يروح يركض لابو المولده يعطي فلوس. هاي جانب، هذا الكهرباء جانب، ابي جانب هذا اللي هسه قاعد ياذينا وقاعد ياذي جهان، هذا البنك اللي يعني مردنا والله ما يخلينا ننام الليل. يعني معقول مثلا مدينه كربلاء ما عندهم امكانيه انه تطير طيارات مال المبيدات او سيارات هاي تقضي على البق والبق؟ شلون وضع البق؟ شلون وضع؟ تطفي الكهرباء متلمن الحر، تجي الكهرباء الظلم يتلمن البق. زين حيدر احكي لي البق شلون وضعه؟ كبير صغير؟ مدى يروح من عندكم؟ مبيدات حشريه مدى تستعملون؟ احكي لي شنو الموضوع؟ يا اخي للبيت المحل تخلي مبيدات، بتطلع الشارع، تطلع بالشارع تتضرر، يعني شنو الحل؟ والله هي بالحاله الطبيعيه الحاله الاعتياديه المفروض وزاره الصحه تسير اكو سيارات كانت تشتغل، هاي السيارات خاصه بها مبيدات خاصه تقتل البق وبعض الحشرات اللي تنشا بهذا الوقت.
هذا طبيعي. في كربلاء ماكو ابد هيك حكي. كانت قبل سيارات الدخان يصيحوا لها. ماكو لا سيارات لا طيارات كل شيء ماكو. الله يكرمك المسكي تمنا. زين احكي لي على الجانب الصحي، انا دا اتكلم اليوم يا حيدر. الجانب الصحي احكي لك المعاناه عانيتها قبل فتره يعني. عندي صار تمزق بركبتي، رحت المستشفى الكفيل بكربلاء مدينه كربلاء. امين اشعه قالوا لازم نسوي سويت رني هذا، رحت المستشفى الكفيل قالوا ماكو رني، رحت المستشفى الحسيني، رحت المستشفى الحسيني قالوا والله اليوم وفاه فاطمه الزهراء ومعطلين. روح المستشفى الزهراء، رحت المستشفى الزهراء قالوا الشهر الخامس الله يلحقك. شهر اوقف 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 يعني دقيقه دقيقه الشهر الخامس الله يلحقك سره شنو؟ على الرنين. رنين؟ اي رنين. يعني انت بيا شهر حتى يلحقك الخامس؟ ها؟ انت بيا شهر؟ قبل شهرين؟ تقريبا قبل حوالي شهر ونص. شهر قبل شهر يعني بشهر الثالث. اي بشهر الثالث ويلحقك بشهر الخامس 23/3. اي ويلحقك بشهر الخامس 15/3 ولا 15/5 ولا يلحقك. زين حيدر مراجعتك هذه هل كانت ضمن الماضي بلاش لو ضمن الفلوس اللي بدنا نحكي عليها هسه؟ لا كل الفلوس قبل يعني شهر تقريبا، يعني مو قبل الاصلاحات، بعد التسعيره، مو قبل التسعيره. وتنتظر لمده شهرين على مده تاخذ رنين. اي والله. والرنين الرنين الخارجي. الرنين اللي يا جزء بجسمك؟ بالركبه. الركبه. الركبه الرنين مالتها ايش قد بالخارج برا؟ والله اقل شيء قال 100. أني أشكرك ووصلت لنا الصورة. شوف هاي كلها سادتي الكرام المسؤولين الكرام المحترمين في وزارة الصحة، هاي كلها رسائل من الأخوة المشاهدين إلى حضراتكم. الناس ما عدها، والله الناس ما عدها، والناس لو عدها ما طلعت تتظاهر. يا ناس، ناس ما عدهم. أجي أزيد على ما عنده أخذ أني فلوس من عنده، أتقشف على المواطن. حالة التقشف اللي هي حالة بذخ، نترك البذخ. إحنا عندنا بذخ بالجانب الصحي. نروح إلى التعليقات وما ذكر عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. سعد الموسوي بأول تعليق يقول: أخي أكو عالم ما عندها 1000 دينار تقص باص. والله يعني أعرف هذول العالم، والله أعرف عالم هواية ما عندهم 1000 دينار يقصون باص. نمر رفحاء حياك الله يقول: والله يا أخوي هذا اللي دنمر فيه كله من إيدينا، لأن إحنا ننتخب الساسة وإحنا ياهو اللي يجي نصفق لو هاي تاليها يعني أزمة مالية، ويجيهم حتى على الهواء يأخذون أجور. تحياتي نمر رفحاء. ميثم كعنون الظالم يقول: الله كريم إن شاء الله ينظرون بهذا العراق. وعلاء العصائب يقول: الحكومة من الفساد إلى الأفسد. يا أخي إن شاء الله الإصلاح موجود. صادق البديري يقول: اختفاء أموال وعقود وهمية، اذهب إلى وزارة الصحة واتكلم مع أي موظف في الوزارة يعطيك الكثير. أخي العزيز صادق البديري، نطلق الكلام، أي شخص من الممكن أنه يطلق الكلام ويتحدث ويحكي، لكن الحديث ما يعترف به إذا مكان معاه ورقة، مكان معاه دليل وإثبات. طلع دليل وإثبات واحكي شلون ما تريد، لكن بدون دليل وإثبات الكلام يرد ويؤخذ عليك. شكرا جزيلا. الشيخ زهير الخيقاني، طبعا بالمناسبة هذا مو دفاع لوزارة الصحة بس، لكن احنا نمشي ضمن القانون. القانون يقول انه ما من الممكن انه تتحدث على اي شخص شخصية اعتبارية او وزارة او كذا اذا ما عندك انت ورقة ضدهم، او ما عندك ورقة تثبت كلامك، على الاقل تحمي وضعك العام. هذا اذا كنت تعمل انت ضمن القانون، واكيد احنا نعمل ضمن نطاق القانون تحت عباءة القانون. الشيخ زهير الخيقاني حياك الله يقول: التقشف موجود في وزارة الصحة قبل أن يضرب العراق، والتقشف في وزارة الصحة هو تقشف ضمير، يسرقون علاج المرضى ويتعامل الطبيب مع الناس كتعامل صاحب محل الخضار. مع الأسف يعني أكو هاي الحالة مثل ما قال الشيخ. هنا عندي علي
السامر يقول إذا هم فعلا متأثرين بالتقشف، أقصد البرلمانيين والسياسيين، يجب أن يقللوا أعدادهم، إفاداتهم، مستشاريهم، أعضاء مجالس المحافظات، تقاعدهم. أما بالنسبة للجانب الصحي لا يجب أن يشمل بالتقشف، وإنما يجب أن يقللوا الفساد فيه. وهنالك كلام كثير ولكن لا حياة لمن تنادي. مراد الجبوري يقول عندي طفل مريض بضغط عمره 6 شهور. طفله ابن المراد عمره 6 شهور مريض وبيضغط، يقول يوميا يقيسون ضغطه، يعني ما يقدر يسوي له من هاي الاجهزه لانه عمره 6 شهور، بعد حتى ايده الكبرها ما. يقول ياخذون 5000 دينار يوميا وهو مبين انه ما عنده الرجال. هنا انا عندي تعليق اخر سادتي الكرام من رائد، يقول طبعا لا يجوز ان يشمل او يشمل التقشف الدوائر الخدميه والصحيه، وبالاخص كون الشعب فقير جدا. ياسر عامر يقول لا، بل يجب توفير الدعم له، يعني لا ما يصير عليه التقشف، يجب توفير الدعم له، لان كثير من العوائل وضعها الاقتصادي لا يسمح بدخول المستشفيات الخاصه. حسين علي العتابي يقول يا تقشف يا فاسدين، بس التقشف بس على الفقراء والمساكين، اشو ما شفنا منهم تقشف غير لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، تقشفوا انتم الاول وبعدين طبقوا على الفقراء، يقصد للمسؤولين. وهذا حقيقه يعني لازم يعني التقشف بالبذخ اللي دا يصير بالدوله بشكل عام. وائل ابو زيزفون العزاوي يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اقول كلمه واحده، حسبي الله ونعم الوكيل، على أي شيء للمواطن غير الأذية والتعب والضيم والجوع والحرمان، الله لا يوفق كل من كان السبب. علي أنجل يقول أكيد لا يجوز التقشف في الأخص بالواقع الصحي، لأن ذلك يسهم في التقشف على حياة الإنسان، حيث أن ليس كل مواطن لديه ثمن تذكرة العلاج 1000 دينار، ناهيك عن الخدمات الأخرى، ولم نلاحظ أي تغيير أو تطور بالخدمات بالجانب الصحي، وبيعت شركات إنتاج الأدوية الحكومية. طبعا عنده تعليق بس أكثر، لا أروح إلى باسم السعيدي حياك الله، يقول باسم السلام عليكم، أنا جريح بالحشد، سؤال للحكومة، معقولة أشعة ماكو؟ شوف هنا الموضوع يعني يدخل أكثر بما تحدثوا إخواني الأعزاء قبل شوية بالاتصالات، والأخ العزيز باسم السعيد يقول أنا جريح بالحشد، سؤالي هل معقولة أشعة ماكو بمستشفى الحسين التعليمي في مركز الناصرية؟ صار 5 أشهر ماكو، يعني ما نترك الفترة الزمنية، لكن نقول هل ما من المعقول ذلك؟ تروح للطبيب اللي بالمستشفى، يعني يقول لك عندك جهاز جالكسي، روح صور الكسر وجيب الجهاز أشوف العظم متحسن ولا لا. يقول والله العظيم صارت بي هاي الحالة، ويقول هاي الأجور مقابل علاج خدمات الأشعة، يقول أيضا يأخذون فلوس على مود الأشعة وهم ما مسويه. هاشم يقول الصحة وبطاقة التموينية والكهرباء والماء لأنها تؤثر على المواطن ويعتمد عليها يشملها التقشف، لأن السياسيين ما يفكرون بهاي الأمور أصلا. مهدي التركماني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الحكومة أن لا يدير أي شيء على المواطنين غير الأذية والظلم والجوع وسرقة أموال الشعب، والمظاهرات مستمرة إن شاء الله تعالى ضد الفاسدين، حياك الله. طبعا وصل للتو تعليق من الأخ صالح الفرطوسي. إيهاب البابلي حياك الله يا إيهاب وأهلا ومرحبا بك. إيهاب طبعا شارك دائما، ليش ما تشارك يعني حقيقة، يعني نشوف تعليقاتك لطيفة. يقول مساء الخير أستاذ رغيد، وللتعليق حول موضوع اليوم اللي حمل عنوان التقشف والصحة، نلاحظ بأن الرد جاء من تعليقك السابق بأن هل الرسوم التي فرضت على المستشفيات الحكومية ترهق كاهل الغني أم أنها ترهق الفقير، فكما طرحت بأن دون أدنى شك أنها ترهق كاهل الفقير اللي زادت عليه الأمور. شكرا جزيلا حياك الله. صالح الفرطوسي يقول مساء الخير أستاذ رغيد، حياك الله مساء النور. يقول أكو عوائل زين مدبرين عيشتهم والدولة تصدر هيك قرارات، شكرا جزيلا حياك الله. احنا من العن يا أخوي العزيز، لكن بنفس الوقت خليني أذكر السادة المشاهدين بموقعنا بصفحتنا عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحتنا بعنوان 50 دقيقة بلادي، هاي الصفحة الرسمية، تقدرون تدزون
تعليقاتكم وأيضا ترسلون ما تودون طرحه يعني كمشاكل من الممكن أنه نسولف بها كأخوة كأصدقاء، وبالتالي نوصل بها على الأقل نطرح الحلول. شكرا جزيلا، حياكم الله لمتابعة صفحتنا عبر الفيسبوك. أروح لاستقبال باقي الاتصالات سادتي الكرام على أرقام الهواتف اللي تظهر بين الآونة والأخرى ونتحدث بها بشكل أكثر طبعا سادتي الكرام حول موضوع التقشف في الجانب الصحي. هل من الممكن أن يكون هنالك تقشف في الجانب الصحي؟ طبعا حقيقة عدد كبير من المواطنين اتصلوا، وعدد غير قليل من المواطنين اتصلوا وتحدثوا حول الموضوع، لكن احنا نتمنى أنه مناشدات ذول الناس توصل لوزارة الصحة ويعني يشوفوا لهم حل بمشكلة تسعيرة الخدمات الطبية. اتصال أخير يلا ما يخالف. رياض مرحبا. حياك الله رياض مرحبا. أنت مقدم برنامج ناجح ورائد إن شاء الله. حياك الله يا رياض أتشرف مرحبا. أتشرف قناتكم مرموقة. شكرا جزيلا قناتكم. الذهب الذهب بانواع ب 15 وانت 24. الله يسلمك صح لسانك. والخشم تامن ترى العين استاذ رغد. الله يسلمك الله يسلمك حياك الله. اريد انا عالم معنا صار نسيت راح مع الوالديك اريد توصل صوتنا لكل واحد شريف. نعم انا عندي موافقه وزير التربيه السابق محمد علي تميم. نعم نعم. الله كفيلك ومحمد كفيلك بالعباس المفاضل. نعم. وكل ما أروح للإدارية يقول لي الوزير الحالي ما يوافق على الموافقات الوزير السابق. احنا نقول الوزير يجوز قد يكون ما وافق هذا الصوت. طيب رياض رياض هي هاي هي هي مشكلة عامة كبيرة. أنا أشكرك يا رياض شكر جزيل. وبنفس الوقت دزلنا اللي تريده واللي تريد تحكي لنا يا دزلنا على صفحة البرنامج 50 دقيقة بلادي. شكرا لكل من كان معنا سادتي الكرام خلال هذه الحلقة وأطيب التحيات، ونتمنى بإذن الله تعالى أنه الناس اللي ما عندهم فالح من بغداد المعوق وسكر وعينهم طافية وماكو علاج وسرطان الدم أبو 30 حباية لطوهم 15 حباية بمستشفى مرجان بالحلة تنظر إلها وزارة الصحة وفي ملاها.